من ينظر إلي يتفرج على الأفلام الخناعية ما حكمه؟ الذي يتفرج عليها ونفسه تنجر إلى المعصية التي يشاهد هيئتها في الفيلم، حرام عليه أن يتفرج عليها. أما الإنسان الذي لا تؤثر عليه، إنسان متزوج وهو مقتنع بزوجته، نفسه لا تحدثه مهما رأى في الأفلام الخلاعية، لا تحدثه نفسه أن يفعل هذا، يطبق هذا الفعل الحرام. هذا ليس حراما عليه إن تفرج. ليس حراما، نعم ليس حراما. هذا يرى المرأة حقيقتها، شخصها الحقيقي، لا، إنما هذا خيال، ليس حراما على الذي لا يتأثر. الله تعالى يكرمهم بأن يسمعهم كلاما وهم في قبورهم وهم في قبورهم يا مولانا، فيدعو لهذا الإنسان وينقذوه. أحيانا يخرجون من قبورهم فيقضون حاجات الناس ثم يعودون إلى قبورهم. الكفار أقسام، إذا كان في جار أو في بلد غير وديعة. الشيخ لو جاروا أهل كان جار بلد، قرية كفار، جار قرية إسلام، جاروا أهل الشباب ولا يسرقون أموالهم، بقر وكذا من زرعهم أو شيء حلال أو حرام بدون سأل. بزير يروح يسرق من أموالهم. إن كان يسبب فتنة فلا يسبب فتنة. سؤال: إذا أحد ربح مالا في عمل وهذا العمل حرام واشترى بهذا لباسا، فماذا يفعل بهذا اللباس بعدما تعلم الشرع؟ هذه المسألة فيها تفصيل، هذه المسألة مهمة. الذي بيده مال حرام، إن كان من سرقة وإن كان من غير ذلك، فجاء إلى مكان تباع فيه بضائع أو دار أو دكان، فقال: بكم تبيعني هذه البضاعة؟ قال له: بكذا. فقال: اشتريتها بهذا المبلغ. فقال: ذاك خذها. هذا بعد ذلك دفع له الثمن من هذا الحرام، المال الحرام، من ذلك المال الحرام دفع. فهذا الشيء دخل في ملكه، إن كان ثوبا يجوز أن يلبسه، وإن كان سيارة يجوز أن يستعملها. لا هذه دار حرب عند الإمام محمد بن الحسن، عنده يكفي لكون الدار دار حرب إظهار أحكام الكفر على وجه الاشتهار. هذا الشرط عنده. أما أبو حنيفة وأبو يوسف فالشرط عندهما ثلاثة شروط لا تتحقق في لبنان، أما عند محمد تحقق الشرط، هو شرط واحد: اشتهار الكفر. يعني ما بل وضعوه هذا المال في بنك حربي، هذا المال وأخذوا فائدته في بنك جماعة حربيين، يعني أنا ليس بينهم في غير مال الزكاة، يعني غير مال الزكاة، يعني واخذ غير الفائدة عنده محمد. يجوز في لبنان عنده حتى يكون في لبنان وما أشبه من كل بلد. يجوز أن يضع الرجل ماله عند الكافر الذي هو ليس ذميا، ليس معاهدا، فيأخذ الفائض، يأخذ الفائض من الكافر في بلد
يحكمه الكفار ويظهرون احكام الكفر اشتهار. قالوا هذا اذا عرفت انه انك تستفيد، كانت استفادتك محققة تجوز. فضعه في بنك ليس له مساهم مسلم، بل كلهم كل المؤسسين كفار، حط هناك وخذ عليه الفائض. اسمع نعم، انا الاشكال اللي معي طبعا ما كانش يروح منه. نعم. انا على طول هالمجلوب، لكن انا لما بحطهم بالبنك بستفيد، انه بستفيد يعني بظل مأمن حالي شوي لما الله يفرجها، انه استفيد منهم كمان. نعم. ثم إن كان لك قائل، أنت إذا وضعت مالك في هذا البنك الذي هو لكافر، أليس يعطي هذا الكافر للمسلم الذي يأتي إليه يستفيد من هذا المال؟ تقول أنا ما عندي علم يقين بأنه يأخذ مالي هذا ويعطيه دينا بالفائض للناس، بل يجوز أن يكون هذا البنك يأخذ يشغل مالي بالتجارة، أو يشتري به أرضا، أو يشتري به بضاعة. أنا ما عندي علم يقين، أنا أعرف أني وضعت مالي عنده وأخذ منه المبلغ الذي شرط لي كل شهر أو كل ثلاثة أشهر أو كل سنة عطاء تبنؤ برضاه. هذا تعلم العلم من الصحابة. هذا أيضا يقول لا رضا بين مسلم وكافر حربيا. يعني شيخنا مثلا في سويد عنا أن البنوك الفرنسية والبنوك العربية الإسلام يجوز نحط البنك الفرنسي ونأخذ فائدة؟ إذا كان ليس فيه إلا مساهم إلا شركاء كفار يجوز عنده، إلا الإمام محمد بن الحسن وعند الإمام عطاء بن أبي رباح. تحبين نأخذ عن الإمام محمد بن الحسن؟ يجوز يجوز، إمام مجتهد هو. طيب، لو أخذنا الفائدة ما بدنا نأخذها إلا، جربنا نعطي هذا مستحقين ناس تجي. يجوز. حتى لو كانوا من اولادنا او بناتنا. نعم. مثلا مجوزين في جهه ثانيه. نعم. يجوز نعطيهم. يجوز. هل يفترض ان الموظف يكون كذلك كافر الذي يفعل المعامله؟ الذي تقاوله ليكون كافرا. تمام. الموظف الذي تقاوله يستلم منك المال ويعطيك الشرط والبيان. ليكون كافرا. ليسوا على كفار. في من المدير، من المدير فيه كافر. وفي بيروت اسلموا في بيروت. ما عليك حرج. يعني البنك يكون لكافر والذي تقاوله كافرا. وثم لو كان هناك موظفون قدر مسلمون لا يؤثر. إنما الذي تقاوله في هذا البنك لما تحط مالك ويعطيك الشرط ليكون كافرا. أنا أعرف لو أن في صيدا كل موظفين كانوا مسلمين، فهل يجوز له أن يوكل موظفان من ذاك البنك توكيل شيخنا اللي يفتح له حساب بهذا البنك عن طريق واحد نصراني موظف اخر في غيره؟ ان تقاول ان هو هذا الموظف المسلم تقاول مع الكافر الذي هو له العمل في ذلك البنك، موكل مفوض اليه ان يشارك الناس ليفعل. واذا ما في بصيدا موظف تمزع على بيروت يقدر يوكل الموظف المسلم واللي وكلتك عنه انك تفتح لي حساب عن طريق موظف النصراني في بيروت. نعم كذا. فهمتوا كيف؟ يجوز. بصرف للموظف. بين له بين له. يعني بتقول للموظف إذا ما لقيت ولا واحد نصراني في صيدا، بتقول لأي موظف هنيك ما تفتح لي أنت حساب، وكلتك تفتح لي حساب عن طريق واحد نصراني في بيروت. أجر العقد مع ذلك. أيوه، وكلتك يا أخي المصرف، بتقول له ما تفتح لي أنت حساب ما برضى.
وكالتك تفتح لي حساب عن طريق واحد نصراني. في الموضوع نيجي أمر على هذا. هذه المسألة وضحت لكم.